أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الإيتان الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وتقبل مني لوجهك الكريم قولي دائما إليك ربي أستغفر الله بي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من دواهر الخيور أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من دواهر ومن خيور فأجر بحق وجه الله مغفرة من جملة المنافي رسله من جملة السوائل مع الكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وهدفا وفهما ربي ذكرا ولا منافعا واجعل حياتي من سفاه مانعا اكسر لنا الاسرار والخوالد يا خير من كتب سرا خالدا لاجمع جميع ما دبر خلدا خدي من الخير وسف خلدا لي قل لنا توكل اعظم يا ربي بكل وداس من خلد يا هب لي يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وتن الايادي هب لي كوني مثل كل من يدعو ولي ذوائر بالمغرب اقول ان اكون به تاجرا من الذنوب والمعاصي والاباد ادعو الى الجنه التي وجمع تكون برحمتك يا رحمن يا رحيم محمد صلى عليه منزل مسلما بياتاني نزل يا من عصبني من المكار يا باقي فدوت خير جاره ذلك من على المسبحين سيدنا محمد وبالبغي قبل يكون نفع من دعا لك بيد وجهك فانت المجرم وجه لغير درب الاعداء وكل دنيا مزيل داء وسل يا رقيب وتسلما وهو الذي سماته أريس وهو النظم أبي تريس وآلي وسامي وتابعين يا من به سنة لغير اللعين يا معي الخواتر الردية وجنت بالخواتر المردية ذلك تنين على المقدمين والآل وسامي وذنب القدمين يا من كفى فؤادي الأخيار وفي دبي عندك الأخيار سليم الذي من بلا انسرام الا الذي من قلبه مرام يا من كفاني جملة الاقدار في هذه الدار وتلك دار صل على خير الورى والسلم والال والاسابيع واذكر كلمي اما كفيتني اقدرارا زائرا وباكرا وليدا مرتهرا وسل يا مجيب بسلام على الذي تمد أقلامي وهو الذي سمعته معلوم وانقادري بمدي تعليم وآلي وذابي الكرام يا من به لجذب الإكرام يا باقي الخلقات الإكرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا سلم تنظيم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل والسلام في الحال وفي المآل وسل يا واسع والمسلم على رسول الله وهو السلم هو الذي سمعت سمير في في امل الدبور فدبر عن دار عن كراد يا من كفاني جمله الامراد وسعدني فقلت لي عجائبا بذري وجريات عجائبا ذكري نجائبا الى الجنات يا واسع الكرم والمنات أتي بميت مسرني لغير ناري طول ومدرني بسل وجهك الكريم كل من يسر وعاقني أبي بس الزمن لوجهك الكريم لا لوجهك لجم وجلي والمنار وجهي لوجهك الكريم مني نظام يقبل وجهني بكرامات عظام أرضيتني ما أدعي في كل ما أدكر وما أدكر له أفضل تنبت غري وكبري يا من كفاني يزوي تكبري رفعت ما كتبت من قدمي لمن دخل من جيزه سم قدمي مني تقبل بقدر عظما لا تذكري بجمعه معظما ما لك قد وجدت من توحيدي
يا خير من حمد الجبين مني دم بلد قضي لك نغزنا لي قدب لك مني دم بلد جميع قدين وقد تدري بخير قدين مني دم بلد رجل بخير قدي وآخر مور الخير مني دم بلد يا أبي قبل يا مني أنوال غير قبل مني دم بلد وجهك الكريم بل وعلت بثمن ليس يريم وجاء جليد يا رب رأس منا عدي التوعد كرما والأمنا يا من وجهك الكريم مبين تفسير لك وجه الكريم المقيم لك تقاري بعد أمد الأبدا يا خير معبود باق وبلا وسل يا حكيم وفق سليم على الذي في موتى ونجيم أو الذي سميتها بساجد وجد بما ذكرته يا شاهد أشهد أن لا رب الوائد لا رب غيره أخاف الجاهد الله ولا إله غيره ولا أبدي سواه أبدا مؤولا وأنني أشهد أنه الكريم قرم لي أن يقود نار وهب لي الحكمة والعيانا والكسب واليقين والبيانا أشهد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام محمدا عبد الرسول لله فائقا جملة خلق الله ومن رائقا وأن كل ما فيه قد جاء أقوم لدى من قد أوجاء وأن وصل عليه الله في الآل وسلم وموالاه حالي بيني وبين كل من يدعو عبادي في موت الأمن وسل يا ودود وسلمي على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من وامني في نودا وآلي وسلمي الوديم يا من منعت سلري وكديم وسل يا مجيب في تسليم على ابن عبد الله في التكريم هو الذي سميته بصيرا يا من في اقلت لي تبصيرا وفي بدر الذي يحب دين دنيا واخرى باقية المنين وسل يا بعض عبد السلام على الذي تبني لنا في علاك هو الذي سميته عفيا والآل وجب وجب مرضيا بعقي وجهك الكريم جدي بما يسرني ونفذ قدري قد قلت لي من رجل سافيا وجدنا الى زمن العافيه إليك قلت الحمد والذكر على ما قد قدري ما مما يقال جرالا إليك قلت الحمد والذكر على ما قد قدري مما يقال جرالا لوجهك الكريم ربي سفري كلي يديك الفرد والتنصري وسل يا خير من سلامي على الذي كثر عن كلامي وهو الذي تميل عفوا والآل وسل وزير النواب وجعل منامي وقوامي مثلا ولعبادك لديك مثلا وجعل سلامي وسواه للجميع ما قد يبي مني رجع الباقي سميع وجعل وجهك الكريم الحركات وسكنا بجار باقي البركات وجعل كلامي وسكوني بركه ولا تجعلني مدركا او مدركا اما الذي زدنا مني باكرا وتكفني من لا يزال عادلا وزد يا عاجل في سبيل على النبي الملك الكريم وهو الذي سميته وليا والآل وزد وزد مرضيا وصلي الله وسلم سمدا على وسيلته اليك امدا وآله وسلمه والمرسلين والأنبياء والأولياء الى المدين ودعي جميع ورحم ابدا من بك امن اغتفى او كفدا وتغني يا مولى عداك انزل من الدواء يا قابل المنزل ودعني احبابك عن ركوني الى غداك وابن التمكين وتجعل نظام ذات سرورا للمتبع وتقبل البذور مسليا قدمي بالتسليم في الحال وسبيل بنور واقبل القبيل بقدر ما سبق ذلك يا من ذاتها
دائما يا بادي لآل ما في أبي سباب إذا ندامي وفني خير لله بي وفي جبا وجليل ذا وزل يا ماجر وزل ما عن الذي جلو تقل ما هو الذي جميل وبيقين يا مدقج قول يا يدقين وليت كل ذنب بكلين يا مليك من الذي لم يكلين لقد كوني سادقا في قولي وعملي يا قوتي وحولي لجد في الكتاب والحديث والفقه والآلات لا تبيد وسلي يا أوائل رب السلام على الذي بي تبارك القرآن أو الذي جميل وقويا يا مبين يا وابتديا وأبدني إلى جلة رد من بعد أتبيتني كل مد وسل يا زمري والمسلمين على إمام الأنبياء العالمين وهو الذي جميل وأمينا وآلي وزمي أمينا ودعني أنوار بك النهار يا ملاك لآياتي بسعر وجلي اليوم بالأنبي ذو الجلال لك في أن المبيع إذا اضطرار لي كنت في سري وفي الجري وفي البر والبر ما تجد فيه بارك ما في القلب سجدتني بما لديك ولد المخير لدي علي وتسلم وليا وسم لي يا منوري وليا وسل يا قادر وتسلم على كريمي وأديبي سببي وهو الذي سميت أمامنا وعلي وزبي أمينا وجميك من قدمت من ودورك العادة لتنظر يا جنورا كمغل من أخي المعلمين وهو الذي سميت أمامنا والآل وزبي كما تقولا وسل يا تاجر بالدين على قليل الله التعليم أو الذي سميت أمامنا والآل وزبي وكل الأملا بجاهه وليكن وأجهه بيوعداك وفادي ميري جدي بإيمان وإسلام معا عبد اليوتان وللمرج معا ولا توجي سمى للي مرشدا يا من قبا بيعدا ورسدا وسل يا باجر وبسلمين على إمام المرسلين العالمين أو الذي سميت رسولا والآل وزبي وزي التمثيلا تبيت الظاهر والباطن يا لا يرى يا باجر جبين يا نعود أن يكون والغرب أسمت فتي وسمتي من غرب وسل يا والي صلاة بسلام على النبي خلق الماء الملام فهو الذي تقيد هذا قوة والآل وزبي وزي العدوة وليا بجاهي ما لم يكن للبشر في خرج بلفظكم وتكرني وتغني انجوني وعتزل يا واهب الجوني يا متعالي سلم وتسلما على الذي تمني مؤاخذ ولما هو الذي يدمع تبارك الحرم والآل والأسال يا سلام وتغني بذكر انسك آية يا مركبان يا سبيل لك آية يا بروس لي ثلاثة من بآب ما كلي الإيمانين أنت الذي تبي أسى مكانا مع سلام وكل مكانا والآل وسبي والمجرين بلا مزلقة ولا غير نواب سبي أن ثلاثة من تجور على سبع مير لا كيجر أنت الذي تبيت أسى عندي مع سلام ذكر من مهدي وآله وسبي وخرني في كل شيء مالك وقدرني وتبيك على ذكر يا منقم على الذي الذي لم ينتقم وهو الذي جمد أبا فجري وتلمت علي أذن فجري وجدك أمين أسفت الماني يا مذب الأعداء والعناء وإلك أجل ما كتب في مار إلي غادر في غرس في مار وتل يا عفو وتسلم على الذي في جلد تسلم وهو الذي سميت ومتاعا والآل وزلي كما أتاعا وسل يا رب وتسلم على وزيرتي إليك المسلمين وهو الذي سمعت ومديما
والآل وسلم ومن يؤمن وبعافر لكاتب والسكر ما لسواي أفجى الليل يقول من الثواب والوجود والنفل وليعافر كفزانا بثمن وليقل كالأجر بذاتي ثبات من جنات في لذاتي وجميع كل يمين أعادي لخالق الأوقات والسرعات وسلم الذي من دون عدد يا مالك الملك على ذي المجد فوالذي قدمت الخلد ويا يا من في كل مسؤوليا وَالَّذِي قدم سرقا مسؤوليا يا من في كل مسؤوليا وآله وزيمه وملكه قل لك كبك بلا تصادف وابر واجب لك ما يريد في ملكك الواجب يا مريد وتغني بك عن الملك وفرس عن الله عن سرك وابر واجب يسد في المريض حتى يكون واسلا كل مريض وابر واجب يا جنجر الكبار زيادة تقود من الاعتبار وابر واجب يا جنجر الكبار أقول من قدرت يا مسير وابر واجب يفوق أبدا أي شهد ما أجر ولا أوقع بدا يا الله ذا الجلال والإكرام ألي على درجة الكرام وهو الذي سميته بالأمام والآل وسلم وسلم نقودا في جملة سعاد إلى ذو الإيمان والتعالي وسل يا مرشد كل زمني مع سلامك على ذي الأمل أو الذي سميته بمسرى والآل وسلم قد المسرى نوى إلى دخولي الجنانا وتفز المجل والجنانا وتفيق اليمان قرآني والجملة الأعمال والأحوال وسل يا جامع وتسمما أن الذي نوى سلف القلم أو الذي سميت بقول نبيك الجاري العادل وآله وسلمه والإمام كل عدو بنبي قمع فتؤمني بسليم بغيره أن يرفع الآفات وقد الميت وجعل الكتاب لأيا سكر أقل من بعدات لك سكر الأمر لله في الاختيار من يقعد ما لا تهائي لو ذكري وهو القوي الوعد والباقي هو الوزير لو غتابي فقد حوجائي مراقبا بلا أعنى رجائي غني وسلم سلمة وسلما على الذي قاد إليك العلماء أو الذي سميت بخيره كما في أنيما ودعيته سكت وتنجل سجل العودة بوجه باق ليقعد ميلا أخفي إلى الجنان تفسير الأجام وهي في مكيلة إلى الدرجة أدب باق لا يزال ماهرا نجي سوايا وارترى الدمائرا لو تغري على الأسماء إلى الجنان مالك الأسمان ربي وسلم زمدا يا مغني على الذي في ربه يرتقي على الذي تبغي دواق يا سام يا من في جواتني يا سام على العيدا معا بلا تبدي من أولى يا جميع كل وجوه وتوجني بك وفي رسولي مع الذي نفتت من سوري ولا توجي سمدا لي رجا يا من في لي أبدا لن ترجا والآل ما لفتت وأولي سمن على جوار لي دورا وثمن قولي لا إله إلا الله محمد أفضل وفداء يقول لي سمن الأجب الأنفراء باقي المسير إليه سترى إلا يا قادم وجق الأجر العظيم بمن أمر ربي بالجر العظيم محمد صلى الله عليه بالآل وسلم ومن والاه أنا لم يلاه فيما لم يكن ولا يكون أبدا بنفسكم وسل يا مانع وتسلم على الذي به ما أدار به أو الذي بنعمة الله تغيب والآل والأسباب لا بالبدع يا من أسمى فاعل من دريم يا من ما مفاسدي وسليم به وجود الإجوان بالكدر فلي صلاة لي تريد القدر به وجود الإجوان بالكدر فلي صلاة لي تريد
بين ما جن من كل جدين وجدين إلى جناني ويبصر من الغدين وسلي أنا جوا أنتما سلا على الذي بالقدم لي بها ملا أو الذي بالعرج والخابدة فما جوا كما به زبودين وآله وزبي كما مدد يقضي يدي بي وقدر الهدد وسلي
كل شيء قد جنوك بدا دام رسول الله مسبعيني بجائر المحاب سيني جعلت بالمطار نجم يرضى يا من بي كفيتني غير رضا لتسبق أني ما رأيت غيرك يدر أو يدفع حد غيرك قضيت نظر وكل ما إلى غيرك يبديني أجبتني الإله وأبدني في الأرض والسماء وما بينهما مالي في جلقما رأيتني بأنني سنار وبك في أمام داك جار وسل يا عزيز بالتسليم على أميري بالتسليم وآله وزمي يا مذهب إلى سوايا ما نحالي من ذنب بغير توجيل يا جل منه لأبجر يا من رديد عنه جبار سليا وسلم سمدا على الذي بما ترك مدا هو أبو المحبوب إبراهيم أما في كفيلة البهيمة وآلي وسبي بلا انتهام يا من لوى مع نبي سيد الدار يا من بجاء العزيز مني علي تريد عفوت عني وسلم عليه في الآل وفي أتى بهم الإسرائيل
واجعل يا غفار والمسلم امام على الذي علم جواب علمام وهو الذي كما دوام مهيمن والال وتب ومن يهيمن واعبر بجاهين من جعل لكم بيد وجهك فانت المدخل اما غيابك الكريم وجسدي ما عدت عارفا لغير وسدي وسل يا غفار والمسلم على نبي مكن المكلم فهو الذي بصادق قد ويام يا منازل بتدري ويام وآله وذبي وابني كون يا فرجا لقرن خبري يا خير مذكور المزور المؤمنا قد يرد عبدك قديم احمدا اجمع على ما ترضى بذلك اللي قد خير الارض أبدي المكائد العداء وغنام أما توين إلى ديوانام أجلق وآتي وتوسعني بلا جوار من لم تزني وتقبلام ودا أوايا تابع لما تريب أما تريبني تقود ما أريب وسليا وغاب كل الأحزان على الذي مصدق وسلمي وآلي وزيبي وكلمي وسليا على خليلي وحبيبي سلمي من الفواجر والوالي مقام يقامي كمن منادي جمعام بك بلا كد ولا مشقا فقادري بك للا واقا ولي بي جاد رزقي للجنان زاد ولي نقود افضل الجنان وسل يا فتى وتسلمي على وزيرتي اليك العالمين سيدنا سيد كل المرسلين وآلي ما سوى بالأكملين يا من نفى بالعدا وما يسوم لغيرنا ويوم مني ويسوم فابتلي وجم بي عن عاديا بي جماعة نفيت عاديا إلى جوايا فتقبل ذكري يا من غبان العدا كالمكري وسلي يا عليم بتسليم ألم يا عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمين والآل والنبي ذوي التعليم وسل يا قابل وبسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجاهي وقدر الأنوار كما بي كبيتني البوار القائد الأخر المعجلين والآل والأصحاب والأهلين وتقبل الأعداء واضربهم معا لغير قد تدري ولحمها ولا توجه للعداء والدراء إليها وجلت النظام برام رجل القبادة أنت وارداك يا خراج نبدك وداك وقيت النظام في أرزاك يا خير مبن الباجر الرسال وسل يا باجر يا ذا الأسمان على حبيبك قليل الرحمن وآله وسبي والمتام ما سر من غزال جل ومحتام يقي وجهك الكريم بسطيا دنيا وغرام يودي مثليا بيقي وجهك الكريم بسطيا دنيا وغرام يودي مثليا بسط لي ما لا زال اذكرك بي علي ودوام نذكرك لقدما قبل طلبت منك أما أحب ورديت عنك حبست يا رب كما رديت وفي الذي لم تدعو خليل حافظ صليا صلاة تجري مع سلام حازم من هجري على الذي سميتها ببري والآل والأصحاب للبري وعبد بأخي وجهك الكريم من لم يجبني وجه التكريم رابع صليا صلاة رفعي على المبر جودا والنفعي وثم تنسلم عليه بجميع آل وأصحاب وأنت سميع وليا بجاه اتباع يلازم الرضوان واندفاع معه صليا على الوجيه وسلم عليه ذات الوجيه بك لو امناه في الآل وفيه ثواب المجد عاجل اليمين وقد وعزني وابلي وجها مبيتا بقوس
نباب مدل سليا على النذير قليلنا أبيبنا البثير والي وزمي وسلمي وجالك أزيا بجواب قدمي بما كتب قبل بك يا عليم وفي النبي وفيه بس الغلام وسلم سليم يا سبيل علي في الآل ومن يطيع آمين يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سري وعلى يدي طب المسجد وتعلم حاجتي فعاجل سري وتعلم ما في نفسي فخذ جنبي اللهم إن يسرك بما نبات قلبي ويقي أنساجك حتى أعلم أنه ليس بني إلا ما كرمه عليه ورجاء بما كرمه لي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وذكرك وأعوذ من عبادتك اللهم أجنا خير من عبد الملك كلها ورجينا من مجد يا واجع بنا غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم جل وعلا يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم في خدمة قديمه في العالي وفي المالي وسعاداته وما باقي له وسلم الدنيا وزينا بها وأولنا بها ثم يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفي سيدنا محمد محمد بن أبي بلال ما نوى قدم الدين وأبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بآله وصحبه وسلم وبارك ما نوى وصيبنا أحمد بن محمد آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم دبا 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 رندان ورحمة الله وبركاته